مشاهدينا نتشرف باستضافة البطلين من أبطال تحدي القراءة العربي معنا عبر المايكروسوفت تيمز سلسبيل حسن صوالحة الفائزة بالمركز الأول بجائزة تحدي القراءة العربي، ومعنا أيضا عبر الهاتف حاتم التركاوي الفائز أيضا بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي. بداية أبارك لكما الفوز وفخورين بهذا الإنجاز الكبير. وقبل أن أبدأ الحوار معك سلسبيل، لو تصفي لنا لحظة التكريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. يعني حقيقة هي لحظة أكثر من رائعة، يعني أنت هنا تكون تشعر بكافة المشاعر، أنت تشعر بأنك قادر على أن تحقق الأمر الذي تناضل من أجله لعديد من السنوات، فالحمد لله الذي وفقنا لذلك. أولا لأنني استطعت أن أمثل بلادي بالصورة التي يجب أن تكون بها، وثانيا لأنني استطعت أن أحقق الهدف من هذه المسابقة وأن أمثل الغاية منها بشكل رائع، والحمد لله. جميل، أنتقل لك حاتم. بداية نبارك لك الفوز حاتم، ولو تخبرني عن الذي أحسست به لحظة الإعلان عن اسمك بطلا لتحدي القراءة العربي. شعرت بالافتخار والاعتزاز بأني سأرفع علم بلادي عاليا في المحافل الدولية، والحمد لله رفعت علم بلادي عاليا وأشعر بفرحة لا أستطيع التعبير عنها.